المشروع هذا هو الجزء الثاني من طريق سيارة التي تربط بين العاصمة والحدود الجزائرية. الجزء الأول تم افتتاحه في العشرية السابقة تونس جيز البيب والزرقة. نروح تونس هذا الرئيس مسار الطريق السيارة اللي هنا نهاية الطريق السيارة اللي هي تو بسدد الاستغلال على مستوى محاولة الزرقة. المشروع الجديد انطلق من محاولة الزرقة باش يتم مواصلته إلى حدود نهاية طريق أنا بوسيلم. هذه وصلة بوسيلم، والوصلة من الطريق الوطنية عدد 6 اللي باش يتم تحويلها على 6 كيلومتر هي هذه الوصلة، هذه بدواعي معناها سيكوريتي قدر وشغال. بالنسبة للقسط الأولاني المكلفة به شركة توديني احنا على 40%، بالنسبة للقسط الثاني 30% والقسط الثالث 35%. هذه مشاهد صور من تقدم الأشغال. هنا إنجاز ممر تحتي على في القسط الأول، السكة الحديدية اللي خليناها التصوير. الأمور العقارية كلها مسوية، ما فماش مشكلة. بالنسبة للأمور العقارية عاملين بالنسبة للطريق السيارة هذه بالذات عليها صارت مجهودات كبيرة ياسر على مستوى الجهوي خاصة، ومعناها وتم تحرير. ثم قضايا في بعض البلايص، في بعض البلايص مش الكل، أما تعتبر عادية. أما الأكثرية بحذا حكاية 85-90% من حوز طريق سيارة تم تحرير. قريب 90%. وقفنا برشا مشاكل عقارية، وقفنا برشا مشاكل حتى أنا كنت موقف. سالي مسؤول عن السلامة. مرحبا. والله ان شاء الله لاباس، ان شاء الله لاباس، ان شاء الله لاباس بقدره الله، لاباس والحمد لله. سامح كملوها في الوقت زعما بقدره الله، ما عندناش حتى مشكله، لاباس نخدموا رايدين، امورنا واحده من جميع النواحي. ربي يعاونكم.